اللحظه هاي ما بقدر اسحب لي، خلص انا وصلت لنقطه لا عوده. جيد اصلا دائما تلعب واحسن نص الشباب اللي بيلعب. الوينج جيتس ا تشانس. بيجاني زيرو تشانسز. تبعت اللي عندنا بالاردن احبطوني بصراحه، تضايقت وبكيت. لو منتخب كاس العالم كيف بدك تراعيني؟ قررت انه تفصلها من المدرسه، رح تفصلها كانت. يا رب انه ما تيجي اللحظه اني اوقف من كل المنتخب، لانه غيرت حياتي. We're here now, last full session. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق العرس الكروي والحدث الرياضي الأبرز في الأردن كأول دولة عربية تنال شرف استضافة بطولة كهذه. كل حدا جاي بكرة يطلع عليك شو بدك تعمل. If you're frightened of me telling you the truth, you'll be absolutely scared to walk out that field.